عبر عبر عن امبارح اللي انت عشته وعن دلوقتي اللي انت عايشه وعن بكره اللي ان شاء الله هتعيشه. عبر عن الامك واحلامك وطموحاتك واهدافك. عبر عن اللي بيفرحك واللي بيزعلك. عبر عن بكره اللي مستنيك. اعزائي المشاهدين، اهلا بحضراتكم في حلقه جديده مهمه ومهمه جدا. ابطالها هم ابطال كليه الاعلام جامعه MSA نجلاء ومحمد جابر. اهلا نجلاء. اهلا بيك. اهلا محمد. اهلا محمد، منورني الحقيقه. شكرا جدا. كلموني بقى ازاي جات لكم فكره الحمله اللي انتوا عملتوها. اتفضلي يا نجلاء. هو الصراحه جات لنا الفكره في الاول خالص لما احنا ابتدينا نفكر في الموضوع مع الدكتور بتاعتنا. الدكتور بتاعتنا كانت طالبه مننا شويه افكار، والافكار دي مفروض احنا بننقي منهم الفكره الرئيسيه اللي احنا بنعملها مشروع التخرج بتاعنا. والمشروع التخرج بتاعنا بيدور حوالين الحمله التوعويه، او حمله توعويه بنختارها يعني. فمهم جات لنا فكره عبر، او الانفتاح العاطفي والتعبير العاطفي. فاخترنا الفكره، واحنا جات لنا من اساسه علشان احنا لاحظنا انا وجابر اللي هو زميلي في المشروع ان احنا في الفتره الاخيره في زي برود في التعامل والتعبير في المشاعر. وفي معظم الوقت لما حد بيحاول يعبر او مثلا يقول اي حاجه هو عايزها من مشاعره او احاسيسه، بتبقى بتتقابل في معظم الوقت يا اما بطريقه يا اما ببرود يا اما مثلا بيستهانوا بمشاعر الاخر. فاحنا جات لنا الفكره من كده بالذات لما احنا لاحظنا الحوار ده كتير جدا في الجيل بتاعنا، ان احنا بقينا في الفتره الاخيره مش في عزله في الجيل بتاعنا بالظبط، ما فيش تعاطف كمان خالص يعني، وبالذات اللي مكتر الموضوع ده السوشيال ميديا عموما. فده الحوار. هنرجع لك تاني يا نجلاء. قول لي بقى كده يا احمد جابر. احمد جابر الاسم جميل، اسم تحس ان انت احمد جابر او محمد جابر، الاسم ما شاء الله جميل يعني، اسم اعلامي. ما دخلتش اعلام ليه يا ابني؟ فعلا في اعلام يعني، متاكد؟ طيب قول لي بقى، الفكره دي لما خلاص انتوا بداتوا فيها، ايه اللي مشيتوا فيه بعد كده؟ ايه اول خطوه اخذتوها؟ بدانا يعني نشتغل على الريسيرش بتاعنا، البحث بتاعنا يعني في الكليه وكده مع اشرف دكتور رانيا بالظبط. بدأنا نشوف مقالات وكلام وحاجات كتير عن الموضوع. تمام. مقالات علمية. مقالات علمية. قول لي ايه هي الاماكن اللي نزلتوا صورتوا فيها او عملتوا فيها الحملة بشكل عام؟ نشرتوا فيها. نزلنا مركز شباب الجزيرة. حلو. عملنا فيه، وزعنا فيه كذا حاجة في هناك. هناك. لو في صور، لو سمحتوا الاعداد يعرض لنا الصور بتاعت الشباب. في صور انتوا بعتيها في الاعداد بالظبط. هو احنا كنا نازلينه عموما في تحت الشاف وزاره الشباب والرياضه، ونزلنا في مركز شباب الجزيره وعملنا زي بي ار يعني ايفنت كده صغير، وكنا بنحاول ان احنا نوصل للناس ان احنا بنوصل لهم الفكره بطريقه سهله من خلال العاب، ومن خلال ان احنا بنتكلم معاهم عن الجوهر بتاع الفكره نفسها او جوهر حمله عبر. تمام. اللي هو بيحث على الانفتاح والتعبير العاطفي. اسالكم سؤال ليكم انتوا الاثنين، لما نزلتوا ايه رد فعل الناس؟ ايه كان الناس كانت عايشه ازاي معاكم في الشارع او في النادي او في غيره؟ الصراحه رد فعل كان حلو جدا. لو حتى من الناس معانا الصور هي على فكره. او حتى من الناس بالظبط. حتى من الناس او حتى من الـ من الـ من المنظمين بتاعه يعني الحمله اللي احنا كنا عاملينها دي. بس عموما الناس كانت متفهمه جدا الموضوع. في منهم شويه كان مش عارف بالظبط، او كان مكسوف يتكلم عن العواطف شويه والمشاعر وهكذا، بس معظم الناس كانوا متقبلين جدا الفكره. واللي انا صراحه اسعدني جدا حوار ان العائلات كانوا بيشجعوا اطفال يعني اطفالهم والمراهقين وحتى اولادهم الكبار ان هم لا لازم تعبر عن مشاعرك، لازم تعبر عن عواطفك، ما تتكسفش، ما تطلع كل اللي جواك، حتى لو الشخص اللي قدامك بيتريق عليك لا ده يبقى دي علاقه سامه عموما. بس طيب يعني الاطفال بيكتبوا مشاعرهم؟ طبعًا. ازاي؟ طبعا. لا هو الاطفال بص، هو احنا ما بيكتبوها بسبب خوف مثلا بالظبط. يعني هو خايف من حاجه فمش ليها علاقه بطريقه التربيه نفسها بتاعت البيت بالظبط، او رد الفعل مثلا بالظبط. يعني بالزبط. هو خايف من رد فعل اللي قدامه. طب انتوا عملتوا استفتاء واخدتوا فيه راي الناس. تمام. هل الاستفتاء ده كان متعلق بالمراهقين والشباب والاطفال ولا فئه معينه بس؟ لا احنا كنا عاملينه في الفئه اللي احنا بنستهدفها في الحمله، اللي هي من اول 16 لغايه 45 سنه. تمام. بيتقسموا على اولويه وثانويه. بس احنا عشان طبعا بنحاول نوصلهم اونلاين، فالموضوع الاطفال ده هو طبعا صعب جدا ان احنا نوصل له اونلاين. تمام. بس عموما يعني كانت ده السيرفي او الاستبيان كان عليه يعني. طب انتوا كان عندكم احنا في فتره كورونا.
بالظبط. ايه هي اكبر مشكله كانت مواجهاكم رغم ان في كورونا؟ انتوا نزلتوا زي ما انتوا قلتوا وصورتوا ايه بقى إيه؟ طب ازاي وايه المشكله اللي واجهتكم؟ ازاي عملتوا الكلام ده؟ إيه احنا كنا واخدين بالنا يعني كل حاجه بالزبط. كنا واخدين بالها منا لدرجه ان احنا كنا حتى الاقلام اللي كانت معانا كنا بنرش عليها وهكذا عشان بس نحافظ على نفسنا وفي نفس الوقت نحافظ على الناس اللي معانا يعني او الناس اللي بتجي لنا وتسال هو ده ايه او دي الحمله دي عن ايه او هكذا. بس طبعا كورونا عموما كحتى من ضمن الاستبيان بتاعنا ان الشعور الناس الفتره دي ضغط جامد جدا، في ضغط جامد جدا على نفسيه البني ادم ان كيس لو نفسي حوار نفسي او حوار جسدي يعني، وده ليه علاقه كبيره قوي بالعواطف اللي احنا بنحسها يعني دي تو دي يوميا يعني. فهو كده بس هو كورونا اثرت علينا جامد جدا. بس انا بصراحه فخور بيكم الحقيقه بعد المشوار الكبير ده، وانا عايز اقول لكم ان فعلا الموضوع هنعرض تفاصيله بعد شويه للساده المشاهدين. انا فخور بيكم ان انتوا شباب مجتهد ويحاول يسعى للافضل وجبتوا حاجه جديده مش موجوده بالزبط. على فكره يعني يمكن مشاريع التخرج الثانيه على حسب معلوماتي ان هي ما فيهاش في حاجات وحاجات بس احنا بنحاولنا ناخد. شايفين نفسكم تصنيف كام في الجامعه؟ لا تصنيف كام؟ لا بص هو طبعا كتير قوي يعني في مشاريع كتير، في مشاريع كتير حلوه. بس انت بتنافس ولا خارج المنافسه؟ احنا الفيصل يعني انت كجابر تحب تقيم مشروع تخرجك يبقى كام في الميه او ترتيبك الكام وسط الالوف او المئات من المشاريع؟ هو علينا احنا؟ لا احنا طبعا لو علينا احنا طبعا التوب. بس هو بس ده غرور ولا ثقه؟ لا هو ثقه طبعا، بس هو بس عموما يعني احنا معانا في الجامعه مشاريع يعني غايه في الروعه وغايه في المواضيع المختلفه، واحنا كدفعه عموما الدفعه بتاعتنا من الدفع المجتهده جدا وبتحاول تعمل حاجات جديده طول الوقت. طبعا مع دكتور رانيا اللي هي الدكتور بتاعتنا وتحت اشراف دكتور رانيا ودكتور والتي اي بتاعتنا اللي هي مدرس مساعد ريموندا النحاس، احنا مطلعين حملات وحاجات حلوه جدا كمشروع تخرج يعني وحاجات جديده جدا يعني. طيب احنا معانا صور اعتقد يا استاذ محمد لو سمحت اعرض لنا الصور عشان الشباب يتكلموا عنها ويحكوا لنا تفاصيل القصه عشان نفهم الساده المشاهدين ونشرح لهم الاحداث كلها بدات ازاي. لو معانا الصور بس قبل طبعا ما تحضروا الصور براحتكم يعني عايزين نروح بقى. طب اعرضها اتفضل طالما جاهزه اعرضها اتفضل. يعني اسالكم على الصوره دي. نسبه 48% ما كانوش عارفين يعني ايه مفهوم الانفتاح العاطفي، دي وصلتوها للناس ازاي؟ احنا ما هو على خلال الاستبيان اللي عملناه ووزعناه على الناس الناس ما كانتش فاهمه يعني ايه انفتاح عاطفي اصلا. خالص. اصلا لا كانوا نسبه كبيره جدا زي ما حضرتك شايف 48%. طب ما خفتوش ان الاسم ده يتفهم غلط؟ ايوه ما هو في ناس كانوا واخداه غلط. كانوا واخداه غلط بس احنا كنا بنحاول نفهم الناس ان هم بص عموما العواطف والمشاعر الناس بتربطها بشكل كبير جدا بالكسوف او بالضعف. تمام. فالضعف ده عموما بيولد كسوف ان انت ما تقولش اللي انت عايز تقوله وما تعبرش عن مشاعرك بطريقه جريئه وبشجاعه او كده، ده الناس بتربطه بشكل كبير جدا بالضعف. طب احنا معانا صوره ثانيه اهي. كلميني بقى او كلمني انتوا الاثنين كلموني عن التفاصيل بتاعت الصوره دي. انتوا نزلتوا ده كانت فين الصوره دي؟ او دي كانت في جريده؟ دي جريده. بالظبط. كان جريده ايه؟ هي مكتوب ايه بس معلش هي تقريبا الصوره مش واضحه قوي يا جماعه. كبروها شويه. احنا كان عندنا احنا كتب عندنا كذا جريده عموما مش جريده دي بس، كانت كتب علينا بالجريده كايرو 24. تمام. وجريده الاسبوعيه. الجريده الاسبوعيه. بالظبط. وجريده الوسيله وجريده بتاعه الشرق الاوسط، فالحمد لله كذا جريده ومن ضمنهم طبعا مجله احنا بنحبها جدا اللي هي سيدات مصر. تمام حلو قوي. عايزين نروح ل في صوره ثانيه معانا برضو بس قبل يعني ما خلاص خلوها. تمام. هي برضو نفس التفاصيل تقريبا. دي من اول البوستات اللي احنا نزلناها وتقريبا نزلناها كمان الترم اللي فات وتعتبر من اوائل البوستات عشان بنحاول بس نبين الناس او نفهمهم يعني ايه الحمله بتاعتنا بشكل بسيط قوي وبطريقه بسيطه بس. انتوا قعدتوا فتره قد ايه يا جماعه تجهزوا في الحمله دي عشان توصلوا اللي وصلتوا له دلوقتي؟ احنا المشروع التخرج بتاعنا قعد على مدار ترمين. فالترم الاولاني عباره عن كل حاجه ليها علاقه بالبحث، احنا قرينا اكتر من 50 مقال علمي بلس الاستبيان اللي احنا عملناه اللي هو على 300 شخص عشان نقدر نوصل للكلام ده. تاني حاجه عملنا انترفيوز ومقابلات مع معالج نفسي وطبيبه نفسيه مختصه بالاطفال
عشان نفهم الطريق الحوار بتاع الكبت العاطفي بيبدا من ايه. يعني الكبت العاطفي بيبدا عند الاطفال اصلا بالظبط، ملوش علاقه خالص بان انت يعني ده حاجه من وانت صغيره. هي طبعا عوامل تمام. بس بس هو بيبدا يعني البذره بتبدا من عند الطفل يعني عموما، بس هي عوامل يعني ممكن الحد الكبير يبقى حياته سلسه جدا وهو صغير بس عنده بعدين يحصل له مثلا حاجه يكسر يعني يخسر حد بالظبط، يخسر حد او كده فيجي له صدمات حياتيه بالظبط حياتية. طب انا عايز اسالكم عن دكتور رانيا المشرفه بتاعتكم. دكتور رانيا لما يعني قلت لها على فكره الموضوع او فكره المشروع تقبلتها ازاي او ايه كان رد فعلها؟ يعني هي حبتها جدا وقالت لنا يعني هي فكره جديده وما فيش ناس كتير عملوها قبل كده. هي حتى قالت اكسبيرينس. احنا معانا صور على فكره برضو من دي. كانت فين الصوره دي؟ دي في مركز الشباب. كانت في مركز الشباب الجزيره. الناس هناك كانت كويسه معاكم في جداً الدعم جداً جدا يعني حضرتك شايف دي اسره تمام ودول ناس يعتبر مراهقين. كان في ناس كتيره جدا مشجعين الفكره وحابينها وحابين احنا حاولنا نوصلها لهم، بس ان احنا بنحاول نرفع الوعي من خلال التجربه. تجربه ايه؟ ان احنا كنا بنلعب معاهم العاب ليها علاقه بطلع كل اللي جواك تمام، اللي هو ليها علاقه بحمله عبر. طب يعني برضو دول اسره ما شاء الله بالزبط. يعني الناس فعلا شكلها تقبلت الموضوع بشكل كويس، حتى نتائجه كويسه يعني في الفتره بالزبط. الاخيره بالزبط. انا متابعكم، لكن برضو انا عايز اقول لك يعني انت كطالب يعني برضو الموضوع كان صعب بالنسبه لك ولا كان سهل انك بتدور في رسائل ماجستير ودكتوراه وتعمل ابحاث هو طبيعي عشان يعني خلاص بتخرج وكده فمحتاج اعمل الكلام ده بالزبط. احنا اوريدي كمان كنا حابين الفكره صراحه بالزبط. احنا حابين الفكره جدا، والفكره عموما كأنا او جابر يعني لمست حاجه جوانا علشان احنا بنقابلها تقريبا يوميا في حياتنا، فمع اصدقائنا او مع عائلتنا او مع حتى الناس البعيد عننا بالزبط. فاحنا الفكره نفسها كنا حابينها جدا، فعشان كده حاولنا ان احنا نعمل فيها على قد ما نقدر حاجه كويسه. طيب يعني دور الدكتوره عرفناه، دور الجامعه بتاعتكم او الكليه بتاعتكم خصوصا كليه اعلام، يعني هي كليه من اعرق واعظم الكليات على مستوى الجمهوريه بالظبط. الاداره نفسها او الناس او زمايلكم حتى اللي في مشاريع تانية، كان ايه رد الفعل الناس اللي حواليكم او دعم يعني الدكاتره الباقيين او دعم المعيدين او غيرهم؟ في كذا يعني ناس كتير حبوا الموضوع والفكره وبداوا يتفاعلوا معانا وكده على البيجز بتاعه الانستغرام وعلى الفيسبوك، وبداوا ان هم يعني يحاولوا يساعدونا كمان ان احنا نوصل لناس اكتر وكده بالظبط. بلس ان الجامعه بتاعتنا نزلت لنا بوست صراحه، وهو بوست تشجيع، واحنا لما هتيجي حاجه من الجامعه نفسها بتبقى حاجه سعيده جدا ان انت بتدفعك ان انت تعمل حاجه اكتر. فلما نزلنا مركز الشباب فكانت حاجه حلوه قوي صراحه. عندكم لسه في ايفنتات تانية او هتعرضوا الحملة في اماكن تانية؟ بنحاول، بس الصراحة ملتزمين جدا بوقت السمستر اللي هو الترم بتاعنا، فبنحاول على قد ما نقدر، بس بنعوض ده من خلال السوشيال ميديا، بنحاول ننزل بوستات دايما، وبنحاول نعمل زي ريلز او فيديوهات هتنزل قريب ان شاء الله ليها علاقة بعبر. طيب احنا معانا نسب اعتقد او نسبة كام في المية للأبحاث اللي انتوا عملتوها؟ يا ريت لو موجودة نعرضها سنة مشاهدين عشان نتناقش فيها مع الضيوف. ايوه بالظبط هي دي. ايوه بالظبط نسبة دي بخصوص ايه؟ الصورة ليه مش واضحة يا جماعة؟ بعد اذنكم يعني كبروا الصور شوية او وضحوها. دي اكبر حاجة. طيب ده كان سؤال يعني في 15 لا اوافق و 84% اوافق بالظبط. عشان كده زي ما احنا قلنا قبل كده، اول ما دخلنا السوشيال ميديا ليها دعوه كبيره جدا في حوار الكبت العاطفي. احنا طول الوقت بنتكلم يعني خلف من ورا الشاشه بالظبط، كان من الموبايل بقى او بنعمل رياكشنز. طيب احنا معانا صوره تانية اهي فيها اربع نسب تقريبا. اربعه احنا النسب دي عباره عن هي دي بالظبط. انا مش شايفاها كويس. 20% حافظ بيها على نفسك. تمام. دي عباره عن الناس هما بيفضلوا يتحفظوا على مشاعرهم او يقولوها مع الغير. دي نسبه معموله بس نوضح للمشاهدين النسبه دي بخصوص هل انت لو عندك كبت عاطفي هل انت هتعبر عنه ولا لا؟ بالزبط. هتخليه لنفسك، هتحكي لصديق، هتحكي لحبيبك او لقريبك او لصاحبك او كده بالظبط. اكبر نسبه عموما كانت للاصدقاء
وبعديها احتفظ بيها لنفسي وبعديها للعيله وبعديها للشريك الحياه يعني الحياه او زي ما بيقول الجوز او الزوج او كده. طب ليه يعني مثلا الشريك او الناس المرتبطين او كده ليه بيخاف يتكلم؟ علشان احنا من ضمن الحاجات اللي احنا قريناها في المقالات العلميه عندنا ان في حاجه اسمها عدم تقدير عاطفي. وعدم تقدير عاطفي ده ليه علاقه كبيره جدا ب الاساءه العاطفيه، والاساءه العاطفيه دي عموما بتيجي في اغلب الوقت في العلاقات اللي هي بتبقى ما بين الخطيب والخطيبه، الزوج والزوجه، علشان لما انت بتقول مشاعرك معظم الوقت الحد اللي قدامك بيستهين بيها، علشان كده بيحاولوا ان هم بيسكتوا او ما بيتقبلهاش باحترام. تمام. او بيحكيها للصديق. بالظبط. بيحكيها للصديق. بيحكيها للصديق بالظبط. طب يعني نروح لنقطه ثانيه مهمه. دلوقتي انت عملتوا الحمله وخلاص خلصتوها على بركه الله، والحمد لله ربنا كرمكم وتواجدتوا معانا النهارده. ايه هي الخطوات القادمه للحمله عشان توسعوها اكتر؟ هتروحوا قنوات ثانيه؟ هتروحوا محطات اذاعيه؟ هتروحوا فين؟ ان شاء الله بنحاول نوصل لراديو، وعندنا حاجات كتيرة جدا هتتعامل على السوشيال ميديا الفترة الجاية، حاجات ليها علاقة بنحاول نعمل نرفع الوعي بطريقة أكتر عن طريق التجربة برضو، نحاول نخلي الناس يقولوا مشاعرهم من خلال 3 أسئلة. دي الحاجة دي نازلة قريب جدا على السوشيال ميديا بتاعتنا، وعشان نرفع الوعي من خلال التجربة برضو زي اللي عملناه بالظبط في مركز الشباب. جابر قول لي تجربتك أنت الشخصية مع الفترة دي، أنك بقالك سنة تقريبا شغال، تجربتك أنت الشخصية انت يعني كنت حاسس بايه؟ التعب والارهاق ده كله، وصولك النهارده انك تكون معانا في التلفزيون النهارده، هل ده وفر عليك كتير او حسيت انك عملت حاجه صح يعني؟ طبعا، لان يعني مش بتحصل دايما، وان انا شغال على المشروع وكده انا ونجلاء يعني بنحاول نطور من المشروع اكتر ونوصل للناس اكتر. صحابك او اخواتك مثلا كان بيقولك ايه على المشروع بتاعك؟ هل كان بيهاجموك ولا كان بيتريقوا عليك؟ لا ولا كان في قبول يعني؟ كان في قبول من عائلتي كلها ومن صحابي. لان في ناس كتير طبيعتها ان هم بيكتموا مشاعرهم ومحتاجين ان هم يعني يطلعوا اللي جواهم وكده. تمام. في الفتره بالذات بتاعت الكورونا دي، عشان اللي هو الحجر، وان احنا ناس كتير قاعده في بيوتها وما حدش عارف يشوف حد وكل الكلام ده. بس طيب احنا لو معانا الدكتوره رانيا، الدكتوره رانيا شعبان، رانيا شعبان رئيس قسم العلاقات العامه والاعلان، لو موجوده معانا يا ريت يا جماعه تدخلوها عشان تمام. خلاص تمام ماشي معانا عموما لغايه ما بس يتواصلوا معاها. احنا مع حضراتكم نروح لنقطه مهمه جدا بقى. هنبعد سنه عن مشروع التخرج بتاعكم. هسالكم شويه اسئله برضو ليها علاقه بيه بس بشكل غير مباشر. انتوا خلاص نزلتوا الشارع وخلصتوا الموضوع والدنيا خلصت والدنيا تمام، ليه المشروع ده كان هو بالنسبه لكم افضل حاجه رغم انكم كان عندكم اقتناع؟ عرفت ان انتوا كان عندكم اقتراحات تانية. ليه اخترتوا ده بالذات؟ زي ما انا قلت في الاول، احنا مقابلين جدا حوار ان الناس مبقوش يعرفوا يتعاطفوا مع الغير، وعندهم برود، شويه برود كده في حوار المشاعر والعواطف. معظم الوقت الناس بتربط المشاعر والعواطف بالضعف. تمام. وهو بالعكس، المشاعر والعواطف دي من علامات القوه، عشان انت من خلالها بتقدر تعرف مشاعرك من جواك، ومن خلالها بتقدر تتعاطف من غير. فدي النقطه اللي احنا وصلنا فيها. طب بس عايزين نوصل لنقطه مهمه. هل انتوا حملتكم هدفها ان تخرجوا بس المشاعر الايجابيه؟ لا، مشاعر ايجابيه لا طبعا. الحب يعني والعواطف؟ لا طبعا. والانفتاح عاطفي؟ لا، انفتاح عاطفي دي حاجه عشان العواطف، هي عواطف دي تحتيها مليون عاطفه واحساس ومشاعر وكل الحاجات دي. حلو ووحش طبعا. طب ليه ما يعني ما طلعتوش الوحش زي ما طلعتوا الحلو؟ ما احنا طلعنا الوحش. احنا عندنا مثلا في مركز الشباب لما ادينا الناس يعملوا تجربه، كان في ناس كتيره جدا بتكتب ان الحاجه اللي مضايقاهم جدا ان الناس من عائلتهم ما بيديلهمش اي تشجيع. ده حاجه وحش، ان دي حاجه حزن، ضيقه وعصبيه وكده. طب احنا دلوقتي معانا اتصال مكالمه هاتفيه من الدكتوره او الاستاذه الدكتوره رانيا شعبان، رئيس قسم العلاقات العامه والاعلان بجامعه ام اس اي. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا، زي حضرتك؟ اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا فندم، منورانا في الصحه والجمال. اهلا بيك. انا بس عايزه اقول انا مش رئيس قسم، انا مدير البرنامج. مدير البرنامج. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. طب اذا سمحتي بقى، عايز حضرتك بما انك المشرفه على المشروع التخرج بتاع الشباب،
ممكن بس تقول لنا لما اتعرض عليكي الموضوع كان ايه رد فعلك وقلت ايه بالظبط ليهم او حفزتيهم ازاي يعني؟ اوكي، انا يوم ما نجلة ومحمد جم اتكلمنا في الموضوع، هو كل واحد فيهم نقى ثلاث مواضيع الاول، فكان عندنا ست مواضيع اخترنا منهم ده. تمام. فاول جمله عشان يقنعوني بالبروجكت بتاعهم جم قالوا لي هو مش انت كتير قوي نبقى قاعدين حضرتك بتقولي عادي وانت بتبقي مش عادي؟ قلت لهم اتس اوكي، يعني قالوا لي كده. قلت لهم قالوا لي طب اتس اوكي نوت تو بي اوكي. قالوا لي طب ما هو عادي ان احنا ما نبقاش عادي، ليه بنبقى زعلانين وبنقعد نقول عادي؟ ليه بنبقى متضايقين وبنقعد نقول عادي؟ احنا ليه مش بنعبر على اللي جوانا؟ تمام. حسيت كده فور ا سكند، ايوه احنا كتير قوي بنعدي مواقف في حياتنا كتيره بنقول اتس اوكي وعادي رغم ان هو مش عادي خالص. المهم اللي خلانا اوكي نختار البروجكت ده لانه ماشي مع الاهداف المستدامه بتاعه اليونايتد نيشنز الامم المتحده، الجول رقم 3 بتاع الصحه والويل بينج. الويل بينج ده مش بس صحه جسديه، هو بيتكلم عن الصحه الجسديه والصحه النفسيه. طيب. على انه احنا لازم بجد نعبر عن اللي جوانا، احنا مش هنفضل دايما ممثلين ان احنا وير هابي ومبسوطين واحنا متضايقين من جوانا. سبيشالي السن بتاعهم، وسبيشالي ان انا عندي بنتي 15 سنه داخله في 16 في البيت، فانا فاهمه كويس قوي الحاجات اللي الولاد بيمروا بيها. فلا احنا عادي ان احنا نعبر، واحنا لازم نعبر. حتى لما دخلوا في المشروع بتاعهم بالتفاصيل شافوا على انه الحاجات الريزلتس اللي بتحصل لنا لما مش بنعبر صح عن مشاعرنا ازاي جسديا بنتاثر، وازاي نفسيا بنتاثر، وازاي بيجي لنا حالات غضب فجاه بسبب ان احنا جينا على نفسنا وعبرناش عن اللي احنا عايزينه في وقتها. حضرتك تحبي تقولي نصيحه ايه للناس بتتفرج علينا بخصوص كبت المشاعر؟ يا جماعه يلا نعبر، احنا اوريدي ليه كاتمين اللي جوانا. واقرب حاجه لينا الولاد عملوا كده ثلاث اسئله خلوا ناس كتيره تجاوبها الفتره اللي فاتت. ان مثلا وقت الكورونا اللي احنا فيها، في احنا منقسمين لاجزاء كده يعني لانواع كتيره قوي من الناس. اللي بيخاف قوي قوي وخايف على نفسه، فالناس تقعد تقول له انت كده مهسس، انت كده مقفور، ما ايه بقى يا عم ده دور برده بيعدي. لا يا جماعه هو مش دور برده بيعدي، احترموا على انه الناس خايفه عايزه تقعد في بيتها مش عايزه تختلط. ده المفروض عبروا عن اللي جواكم، عبروا. يعني فرحان عبر، متضايق لو متضايق من حد روح قول له انا متضايق. مشكورك جدا يا دكتور، الاعلان اللي هنعمله في التلفزيون بتاعنا. مشكورك جدا يا فندم، مشكورك جدا. بس طبعا بشكر الدكتوره رانيا شعبان، بشكرك جدا، وبنشكر طبعا الاساتذه على وجودكم معانا النهارده، نورتونا في الصحه والجمال. شكرا. مشاهدينا طبعا يعني اوعوا تكبتوا مشاعركم، قولوا اللي بتحبوهم انك بتحبوهم، قولوا اللي وحشوكوا انهم وحشوكوا، والله وحشوكوا. بشكركم جدا على حسن المتابعه، ونلقاكم دائما وابدا عبر الصحه والجمال. كان معكم عبد المنعم الالفي، الى اللقاء. شكرا.